السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم مصالة بوابة العربات وكلاء سيارات ماكسس بالمملكة. نستعرض مع بعض ماكسس تورنيدو 70 2023. فبشكل سريع ناخذ عليها تفاصيل ومواصفات وتجهيزات. مثل ما نلاحظ هنا التصميم الخارجي للسيارة ما شاء الله، معنا سيارة بيك اب لكن فيها مواصفات فيها تجهيزات متنوعة. وغير كذا السيارة جاية بنظام دفع رباعي، فيها كاميرات ودخول ذكي وكل التجهيزات. ثم نلاحظ هنا الجزء الجانبي، دعسات جانبية موجودة عليها. نجي للواجهة الأمامية. أول حاجة نلاحظها في الواجهة الأمامية، قبل ما نتكلم عن الواجهة الأمامية خلونا نتكلم عن بطاقة المواصفات. أكيد يهم البعض بطاقة المواصفات والسعر. مثل ما نلاحظ هنا بطاقة المواصفات والسعر، نتكلم عن 95,000 ريال ضمان السيارة 3 سنوات أو 120,000 كيلو أيهما أسبق. نجي للواجهة الأمامية، إضاءاتها ليد نهاري، عندنا الشبكة الأمامية جاية باللون الأسود متوسط وشعار ماكسس. عندنا أكيد كشاف ضباب بالجزء السفلي، ما شاء الله السيارة عليها إطار بشكل كامل من الكروم حماية للسيارة، إطار بلاستيك حماية للجزء السفلي بالمعذرة. عندنا مقاس الجنط 17 إنش. مثل ما نلاحظ إشارات بالمرايات ودخول ذكي، المقابض مطلية بالكروم، دعسات جانبية مثل ما نشوف، شكل موضوع موجود بالجزء الخارجي للسيارة، فور ويل درايف أو دفع رباعي، سايك موتور، وهنا كاميرا خلفية، حساسات خلفية أكيد موجود عليها. نلاحظ ما شاء الله تفاصيلها متنوعة، طبعا بدون فتحة بالسقف. ليش أقول بدون فتحة بالسقف؟ لأنه هذا بالتحديد اللي هي التسعين اللي أكبر منها مباشرة، تتميز فتحة بالسقف. طبعا صورت لكم هذه قبل فترة بسيطة وتكلمت عن مواصفاتها تقريبا من سنة. ما شاء الله هذه مواصفاتها عالي عالي العال، مواصفاتها في التوب. وفي اللي أقل من هذه اللي هي إذا قلنا هذه 70 ففي اللي هي 60 وفي 90. ما شاء الله في عدة أرقام. وعندنا هنا نفس هذه التورنيدو، ألوانها كثيرة ومتنوعة، التورنيدو 90. الحين خلونا نبدأ بالجزء الداخلي. قبل ما نبدأ بالجزء الداخلي خلونا نتكلم عن إمكانيات المحرك والقلب النابض للسيارة. طريقة فتح أضل المحرك بهذه الطريقة، هو بهذه الطريقة نرفع أضل المحرك. عندنا محرك 4 أسطوانات دفع أمامي 2000 سي سي، الأحسن 161 حصان، والعزم نتكلم عن 375 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. ما شاء الله إمكانياتها حلوة. عندنا بطانة داخلية تكلم من الصوت اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية. ما شاء الله غطى المحرك فيه ثقل. عندنا مثل ما نلاحظ سعة خزان الديزل نتكلم عن 75 لتر. استهلاكها بالديزل كل الديزل تمشينا بالسيارة 14.7 كيلو، التقييم ممتاز، دفع رباعي 2023. وندخل للجزء الداخلي، نبدأ أكيد بالمقصورة الخلفية. فتحة التكييف بالخلف، مقابض داخلية كروم، نوافذ كلها كهربائية. عندنا هنا أحزمة 8 مثبت لمتبط الأطفال، منفذ 12 فولت. وعندنا بهذه الطريقة نشوف الكونسول الوسطي. وهذه طبعا مثل ما نلاحظ باللون الأسود. عندنا بهذا الجزء نلاحظ فتحة التكييف اللي ذكرناها، طبعا هنا مساحة تخزين بالخلف. وهذه المساحة الخلفية لها، مساحة التخزين اللي بالخلف أو بأسفل المرتبة.
عندنا من هذه الناحية مثل ما نشوف مساحات التخزين أكيد. فهذه هي تجهيزاتها الداخلية. الحين بنشوفها من ناحية السايك بشكل سريع. مثل ما نلاحظ السيارة فيها مثبت سرعة والنوافذ كلها كهربائية. التحكم بالمرايات الجانبية والمقابض الداخلية كروم. فتح غطى التانكي من هنا وغطى المحرك من هنا بالأسفل. وهنا التحكم التحكم بالإنارة هنا. وعندنا هنا التراكشن ما شاء الله الدبل ونمط القيادة غير أوتوماتيك والدبل. مثل ما نلاحظ حاملة أكواب هنا درج بريك إلكتروني. هذه الشاشة تدعم جميع الخصائص. عندنا الشماسات وعندنا بتل النظارة. الشماسات مثل ما نلاحظ ما فيها مرايات ولا فيها إنارة. الدركسون مثل ما ذكرنا ما هو مكسب الجلد عادي لكن في مثبت سرعة وفي تحكم بالميديا والرد على المكالمات. هنا التطريز باللون الأزرق مثل ما نلاحظ. هنا بيانو بلاك بشكل كامل. حتى البيانو بلاك جاي بهذا الجزء بالجزء الداخلي وأسفل بهذا الجزء. فمنتشر فيها أتوقع هنا مساحة تخزين للبطايق وكل شيء موجود. فما شاء الله سيارة بتجهيزات حلوة ومواصفات حلوة. وشفنا السعر وتكلمنا عن أهم الحاجات. في النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقولها في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي الروابط بخانة الوصف. في أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. طبعا صورت لكم زي ما ذكرت قبل كذا اللي هي التورنيدو 90 وصورنا برضو اللي هي دي 90 سيارة الاسيوفي العائلية وبه محرك ديزل. وصورنا الفان العائلي الديزل. وكمان صورنا عدة سيارات بصالة ماكسوس وكيلها بالمملكة بوابة العباد. صورنا أغلب السيارات فحبينا نغطي لكم اليوم هذه السيارة. وبإذن الله المرة الجاية إذا جينا لصالة ماكسوس راح نصور اللي هي سيارة البيك أب الصغيرة نسخة 60. يعني باقي سيارة عندي سيارتين بالصالة هنا ما صورتها اللي هي 60 والفان اللي هي الجي 50. بإذن الله في الأيام الجاية راح أصورها لكم بشكل كامل ونشوف مع بعض أهم التجهيزات اللي موجودة عليها. وبس وانتهينا. نلقاكم في تغطية ثانية. في أمان الله.